بنية تركب باص وتروح تنقل بالكويت كويتية صير؟ باقي ساعة بالضبط على الإقلاع. هذه بعض المعدات اللي أشيلها معاي دائما. ما عندي مشكلة لما أكون موجود بالكويت، لأن جزء منها يكون موجود بالسيارة، جزء منها بالمكتب، جزء منها بالبيت. وقت اللي أحتاجهم أخذ اللي أبي، ما أشيلهم كلهم مع بعض. وين تصير المشكلة؟ المشكلة تصير لما أبي أسافر، راح أضطر إن أنا أخفف هذيل الأجناط وأخذ بس اللي أحتاجه. هذا أدري الحين وين الحجز، ما أدري شلون ضبط، يعني ما بقى موقع ما دشيته ولا أعرف. يت من الله، هذه مو اللي كلها تسافر. لو سمحتي مو اللي انت مو انت اللي كلها تسافرين. جو بسم الله. كل شيء جاهز، اغراضي، المعدات، كل شيء جاهز. عقب هاللوية كلها رحت توني اسوي البوردنج، عطيتها الجواز، كانت تقول لي ويرز مدام ناديه، كان يصير فيه نعم. ايش عرفها بزوجتي؟ كان تقاويني الجواز ولا جواز مرتي؟ جايب جواز مرتي بدال لايب جوازي. Anyways ما شوفت قاعده بديره من ديره لديره وكلها مسافره، وين تبين فلوس؟ نعم سؤال للدنيا كلها ثانية. ايه وين تبين فلوس؟ والله شوف انا مليونيره. لا I'm just kidding. سو شغلي شغلي اسافر وكونتنت كرييشن ماركتينج. حلو. واشتغل مع شركات واسوي استشارات سياحيه، ترافل كونسلتنج. حلو. فاي احد يسالني يجيني يقول لي وين اروح هانيمون، وين اروح بالصيف، ما ادري شنو يسالك ادفع. اوكي كذي طبعاً فلوس، يعني هذول السفرات كلهم عشان اقدر اسافر. عيل اتمنى اشوف بالباطن اتمنى اكون مليونيره. ان شاء الله كلنا ان شاء الله. تيب نمبر 1، النصيحه الاولى، حطوا السؤال بالضبط اللي تبونه في جوجل. اكيد اي سؤال بتساله في جوجل في ناس سالته من قبلك. اكتب مثلا 4 days itinerary في باريس، او جدول 4 ايام في باريس. إيه ما اتكلم هذه مدينه. اكيد في احد سائل قبلك السؤال، فتلقى فورمز، منتديات يس، اخباري منتديات. تلقى منتديات مناقشين هالموضوع من قبل. أوكي. فتلقى في اقتراحات ناس رد عليهم، مثلا 10 ايام في هاواي حلو يطلع من ناس يمسوتها. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه، الحين نروح شويه باختصاص اكثر. انت ليش رايح؟ رايح تبي تصور، او رايح مثلا راح استجمام فنادق، رايح ابي سباحه. فاريد ابحث مره ثانيه بجوجل عن هالشيء المختص، وين الاماكن الافضل للتصوير في هواي. ها اكتب كذي بالضبط. صح بالضبط كذي. ما عجبك اللي طلع لك بجوجل مو مشكله، خلاص ننسى جوجل. يلا شيء ثاني. عندك انستغرام صور اكل وصورون صحونهم وكذي. انستغرام ليش؟ حق صور. أوكي. صح ولا صح. لا تشوف صور اللي تعجبك، تشوف شنو مكتوب العنوان، تروح تشوف وينه، فيطلع لك بجوجل مابس وين مكانه وكذي، وتبدا تكتب. حلو نايس. الحين تروح حق الخطوه الاولى والثانيه وتشوف الاماكن المشتركه، وهذه انت اخترت الاماكن بالديره كذي بهالبساطه. انا ليش كله متوهق؟ هو طبعا مو غلط، دائما الواحد يروح يسال احد مجرب او مثلا عنده خبره بالبحث او شيء كذي، دائما هالشيء مو غلط. لكن اعرف منو تسال. في ناس وايد تتجه الى الانظمه التقليديه اللي هو السفريات وكذي، ومو غلط طبعا. اكيد سفريات بيقول لك، بس هل سفريات يدري انت شنو ذوقك بالضبط؟ هل شرحت له؟ هل ما ادري شنو يعطيك باكج جاهز؟ اجل مو غلط، وبالعكس احترم كل سفريات و... معكم قاعد حارب السفريات. لا والله لا احبهم ربعي بس انه انا ما اشوف في كاستمايزيشن. ننتقل حق نصيحه رقم 3. ثالث واحده شنو؟ لحظه خليك نسيت. نسيت. النصيحه الثالثه، عقب ما تعرف انت وين تبي تروح وعرفت الاماكن كلها، تحط لك بجت اللي هو تكاليف مالتك. ليش كثر بتصعد؟ كم بتدفع حق الفندق بالليله؟ كم مثلا مستعد ادفع حق طيران؟ كم مستعد اسوي هالاشياء؟ هنا انا عرفت وين الوجهه اللي بروح لها، وعرفت شنو الاماكن اللي داخل، عرفت نوع الاكتيفيتيز اللي بسويها. صح ولا لا؟
ابدي اشوف الحين على حسب البادجت مالي اشوف الطيران واشوف الفنادق وبعدين ابدي اخطط بهالطريقه، بدل لا اروح مثلا ابتكاسي اروح بباص او اروح مثلا مترو او قطار. ما يصير نركب برا، يزينهم يركبون كل شيء كل شيء يركبون برا. احنا عندنا هنا والله هذه والله اشوف كل يعني حواليني عادي لي سافروا اي لي سافروا كلنا إيه؟ بس بالكويت تخيل لو بالكويت انت مسافر اي وانت مسافر عادي، بس تخيل لو بالكويت احنا نركب باصات بالصدق لان عندنا سيارات ايش حق نركب باص؟ ايش فيها؟ مو ترى مو عيب مو عيب، بس انت عندك سياره ايش تركب باص؟ لا احنا عندنا في بالمجتمع عيب ان تركب كذي، بنيه تركب باص وتروح التنقل بالكويت كويتيه يصير؟ جاوب يا حبيبي، انا بعيد حق نقطه ثانيه. اتوقع نظرتي جاوبت خلاص. بنيه كويتيه رحاله وتسافر بروحها اي والله والله شلون؟ شوف احنا الكويتيين كلنا جنرالي، حتى الخليج حتى الميدل ايست كلنا نسافر زين زمان حلو زمان كلنا نسافر وكنا نحب نسافر حلو. بس دائما عندنا تخوف ليش لا؟ ولما اهلي بالمقابل بالبداية كانوا إن أنت إيش قاعد تسوين، بعدين شافوا التغيرات اللي صارت، شافوا الأثر الإيجابي على الناس، شافوا مثلا الناس شون البنات قاموا يشوفون أشياء عندي إنه أخ على كلامك هذه كويتية قاعد تسافر، إحنا بعد نبي نسافر. ما هاجم هجوم؟ والله لا ما هاجموت في البداية. هجوم لا ها في كانت ناس تحكي يعني إيش قاعد تسوي هذه إيش قاعد تسوي هذه، بس إنه يو هاجموني أنت إيش قاعد تسوين وغلط شيء الحمد لله ما صار. نرجع حق ما هذا شيت لك عطتي نرجع رايك وجابتي وايد الماسية حلو بس ممتاز. صار وقت السفرة شلون أجهز أغراضي؟ تجهيز الأغراض والباكينج هذا من أكثر الأشياء اللي الليل حين ما أحب أسويها، ما أحبها أبدا أبدا أبدا. أقعد أطالع الجنطة، قبل كنت قبل أسبوع أجهز أغراضي الحين قبلها بيوم. أنا كله أصلا واصل الطيارة وللحين نسيت شغله يقول إياها للحين. طيارة جنة قاعد يساعدوني بالأنبوكسنج. أنا عندي هذا هذيل الأشياء، أول شيء في هذا ترى وبعد ايش تشتري واتحرك لها يحاول بعد شنو انت بعد مرات ما تعرفين معي تحاولين بابا مفروض تشتري اقراض امس وتعدل امس شو اسوي ايش تصير مفروض تشتري صح بس انا الحين بسافر الحين شريتهم شو اسوي ليش امس ما تشتري وتسوي وتنادينا فانا الحين مضطر اني ارجع ناطر السائقي اضطرني ارجع البيت اشوف جوازي وارجع مره ثانيه المطار باقي ساعه بالضبط على الاقلاع فلشنا مغامرات الرحله مبكر. الحل وايد سهل وايد وايد سهل. ثلاث نصائح. النصيحه الاولى اول شيء انت مو سويت خطه اوكي مو سويت بلان حلو ومو عارف كم يوم تبي تروح حلو. سهل احط الباكي على حسب الايام على حسب ايش بسوي. مثلا اليوم الاول ادري اني بتريق بالفندق ادري اني بطلع اتمشى طول اليوم بصور ادري اني ما عندي شيء بالليل فبرد بالفندق اتسبح مثلا اتعشى بالفندق أوكي. صح حلو هذه تو اوتفيتس او لبسين أوكي. واخذ هالمثال وكمله حلو هذا سهل هذه من ناحيه التخطيط نظريا سهل تقريبا لما تحط شيء تكتبها تطلع سهله فانا شو اسوي اسوي جدول اوكي واحط صح اليوم الاول صح اليوم الثاني صح اليوم الثالث جدول مطبوع كذي ورقه ورقه شيء اخشخبط عليها اوكي واحط لي 1 2 3 4 وكذي في دوريه دشت معنا ما يخالف زين سامح عاده وقت السفر اغراضي تزيد ليش تزيد لان في معدات معينه اكون ابي اشتريها بس اجلها عشان يكون الوقت مناسب متى يكون الوقت مناسب عاده يكون انا بالنسبه لي شغلتين يا انه يكون في مشروع بروجكت شغل راح اشتغل فيه راح اقدر اطلع سعر الشيء اللي انا راح اشتريه او انه في سفره احتاج ان انا اجرب فيها اشياء جديده. جنة تبي تسوي الجنطه من الحين تبي نسوي الجنطه؟ ثاني شيء نبي نسويه انه نبي نعرف قبل ما نحط اغراضنا زين كم الوزن المسموح؟ صح والتنقلات اللي عندنا بالسفره هل راح اخذ قطارات؟ هل راح اركب بس طياره واحده؟ هل راح اخذ باخره؟ هل راح اخذ تكاسي؟ هل التكاسي اللي باخذهم باوروبا ولا بامريكا؟ السياره بتكون صغيره ولا كبيره؟ ما تتخيل كم مره بقطار وتوهكت. ما تدش اغراضك ولا ما تدش اغراض، شنطتين وين احطهم؟ شو اسوي؟ وتعلمت الواحد يعني غلط يتعلم فتعلمت ما ابدا اروح اوروبا وسياير صغار ما اخذ جنطه يعني
اخذها صغيره ايش. اوكي صغيره ايش ما صغيره ايش البنات المفروض صغيره كذي. هذه الجنطه ماركتها لوي برو، ما كنت متوقع انها راح تكفي هالكثر. شنو الاشياء الموجوده داخل؟ الحلو بالجنطه شوفوا من تحت، جنطه خاصه موجوده تحت حق الدرون، وهذيله ما راح اخذهم وياي صفر. فاول شيء نشوف شنو المعدات اللي بناخذها، وعلى اساسها نقسم ونشوف نختار شنو اللي راح ناخذه. الحين انا عندي المعدات الجديده غير ادواتي، انسى 361 اكس ما جربتها للحين وما عندي مكان لها. اكسسواراتها طبعا الاندر ووتر كيس، هذه مالت البولتاين، اكسسوارات الاوزمو بوكيت، وعندي الاستبلايزر ويب اللاب. عاده بالسفر ما احب اخذ معي الاستبلايزر لان حجمه عود وثقيل، لكن هذا شفته هالمره وعجبني. شوفوا حجمه شلون صغير، تقدر تقطه بالجنطه بكل سهوله. يعني هذه الجنطه بس هي خوش جنطه معاه، لين جنطتها وايد ممتازه. الانسا 361 اكس واكسسواراتها والستبلايزر كلهم خذيتهم من اي اي بي، خوش مكان انك تشتري فيه معدات. النصيحه الثالثه، لازم 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 تدش اونلاين وتبحث عن الجو، تشوف شنو الجو اللي بيواجهك، ومنها راح تعرف وراح يساعدك حق النصيحه الاولى والثانيه اللي هو شنو تحط الاغراض اللي معك. اذا الجو اذا كان رطب مثلا خلاص ما اخذ معي وايد هدوم، بس اخذ معي اشياء خفيفه وكذي. مثلا اذا الاماكن رطبه لازم اخذ مثلا موسكيتو ريبلنت، اللي هم لحظه موسكيتو ريبلنت ابي شو اسمه، شنو مال بق مال قارص، اللي رشونه هاش، اي موسكيتو ريبلنت، موسكيتو بده مسكر بعد. انا قايله لا تقطين قطات انجليزي، هذه جديده زين، عشان لما نوصل هناك نقول لهم ناخذ مضاد القارص الحشرات. شو اسمه؟ القارص، لا مو ذباب، القارص بق، اي القارص شو يسمونه؟ لا الناموس، ناموس، الناموس مو ذباب، مانع الناموس، مانع الناموس. اوكي حلو، فناخذه معانا وهالاشياء كلها من الجو، تعرف كل شيء. اوكي فهذه هناك اخذها مو هني، لا هني ما يدخلون الطياره شغلات، بلا ياخذون اي شيء اقل من 100 ملي يدش الطياره. الساعه 4 ل 5 انا طيارتي الساعه 8، يعني الساعه 6 لازم اقوم بالمطار وبس. ماكو احد بالكاونتر كلوز سو ناو كلوز كلوز سكت. الحين الرحله اللي عقبها عقب ساعتين ما ثلاث ساعات كم 22 و50، يعني كم اذا تبون تشوفون احنا وين رايحين شوفوا الفيديوهات الجايه. I missed last flight so I changed to this one that's why I'm here. يا جماعه من الاخر نصايح هلو 965 طلعت كلها خربوطه. المفروض اول نصيحه تقولها اخذ جوازك ولا تاخذ جواز زوجتك، اول نصيحه. ما اعرف شو اللي طلعه.